السويد أفضل دولة عالمية في قطاع الأعمال ومسقط رأس كثير من الشركات المبتكرة الناجحة، وذلك بسبب سهولة تأسيس الشركة. منصة أكثر تدعوكم لندوة مخصصة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والكبيرة، ولمن لديهم أفكار لمشاريع أو الراغبين بتطوير أعمالهم. تتيح الندوة فرصة للقاء صناع القرار والداعمين والممولين من مدينة مالمو لتسهيل عملية نمو الشركات والاستثمارات، وجعل أدوات النمو متاحة للجميع بغض النظر عن طبيعة الاستثمار أو اللغة أو الجنسية. تناقش الندوة مجالات التسويق والتسويق الرقمي، الشبكات والنمو والتوسع. يرافق الندوة حفل عشاء، وستعقد الندوة في مدينة مالمو بتاريخ 22 أكتوبر تشرين الأول الساعة 6 مساء، وعلى الراغبين بالحضور التسجيل عبر الرابط المرفق في الفيديو.